هذا وكشفت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية اتساع مساحة الدمار في مدينة حمص إلى ما نسبته 54% من بنيتها العمرانية. هذا وكانت هذه الصور التي حصلت الجزيرة على حقوق بثها قد التقطت في زمنين مختلفين، أولهما صيف العام الماضي أي قبل بلوغ المواجهات حد استخدام المدفعية، والثاني بعد أسابيع من إعلان نظام الحكم انتصاره على ما يسميها المجموعات المسلحة في حي بابا عمرة. تقرير ماجد عبد الهادي وقراءة مقارنة لهذه الصور. تظهر صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها الجزيرة مدينة حمص مختلفة اختلافا كبيرا عما كانت عليه قبل 8 شهور. هي الآن تزخر بالدمار، ولا سيما منها حي بابا عمرو الشهيرة الذي يتضح أن كثيرا من مبانيه قد سويت بالأرض كما دمرت شوارعه. ومثله أيضا وإن بدرجة أقل باتت الأحياء الأخرى المجاورة التي تنتشر فيها الحواجز العسكرية كالإنشاءات والبياضة والخالدية والحميدية وصولا إلى الجسور خارج المدينة. الصور الملتقطة في نيسان أبريل الجاري تظهر تمركز الدبابات والآليات العسكرية في مناطق عدة كالقلعة وبجوار نهر العاصي والساعة الجديدة والسوق التجاري والتحويلة الجنوبية، كما تكشف النقاب عن محاولة الجيش تغطية آلياته لإخفائها عن الأقمار الصناعية بعدما استخدمها لقصف بابا عمرو. مع الدمار يتضح كذلك تراكم النفايات وسط الأحياء السكنية وفيضان المياه الآسنة من المجاري إلى شوارع وميادين رئيسة في حمص أبرزها السوق القديمة. أما الصورة التي قد تحمل مغزى أخطر فهي هذه: قصف أحياء كرم الزيتون وكرم اللوز وجب الجندل وباب دريب أدى إلى نزوح سكانها ليفرض تواصلا جغرافيا بين أحياء موالية لنظام الحكم هي عكرمة والنزهة والزهراء والمهاجرين والعباسيين. بالعودة إلى مقارنة الصور الحديثة بتلك التي التقطت في آب أغسطس من العام الماضي، يتبين أن حمص التي تشبه الآن مدينة أشباح كانت حتى ذلك التاريخ تضج بالحياة وشوارعها تزدحم بالسيارات والمشاة. ولكن أين ذهب كل هؤلاء؟ يقفز السؤال، فتجيب الصور قائلة إن المسح الفضائي يؤكد تدمير ما نسبته 54% من مناطق حمص، وهو ما يعني أن عدد الذين نزحوا يقدر بنحو 700,000 نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 1,300,000. نظام الحكم يتهم طبعا المجموعات الإرهابية المسلحة بالمسؤولية عن تدمير حمص وتهجير أهلها، بيد أن معارضيه والثائرين عليه يردون إليه التهمة ويستدلون عليها بالحياة الطبيعية التي تعيشها المناطق الموالية له أو المؤيدة بعدما ظلت كل الوقت في منأى عن أي قصف مدفعي.